السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منكم تكونوا غادي في صيامكم مزيان، دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نتكلموا فيه على البروجي ديال بلاي ستيشن في المغرب، كيفاش انشاء البروجي، كيفاش تقدر تسير البروجي، شنو هما اهم الحوايج اللي تقدر يعني تعتمد عليهم في تسير البروجي ديالك، شنو هما المعلومات اللي تقدر يعني تستعين بهم باش تقدر يعني تساير المواكبة ديال هاد البروجي هذا من جميع الجوانب، يعني من لا كونكيرونس، من استقبال الزبناء الى غير ذلك. بالنسبه للبروجي ديال بلاي ستيشن، الناس اللي مقبلين عليه ولا اللي كيسولوني بزاف واتساب ولا في البريفي على المعلومات على هاد البروجي هذا، اللي بغيت نوصل لكم اول معلومه واللي هي مهمه بزاف، سيكون الناس اللي مقبلين على هاد البروجي هذا خذوا هذه المعلومه يعني عن ظهر قلب كما كنقولوا. يعني هذه المعلومه اللي غادي نعطيكم مهمه بزاف. علاش؟ حيت هذا البروجي هذا غادي تتعاملوا فيه مع الدراري الصغار او فئه الشباب. يعني قبل ما تفكر انك تنشا البروجي ديالك، خصك تفكر في اين بلاصه غادي ديرو، يعني لون بلاصمو فين غادي دير البروجي مهم بزاف لواحد الدرجه ما كتصوروهاش. علاش؟ حيت هو اللي غيبازي لك على الكليون اللي غيبدا يخدم معاه. يعني خصك تسيب لي البلاصه تكون يعني فيها الرواج، فيها الحركه، يعني تكون نشيطه، فيها فئه الشباب والدراري الصغار، حيت هما اللي غيولا تخدم معاهم. انت ما غتخدمش مع الاباء، ما غتخدمش مع الامهات، ما غتخدمش مع الدريات بيان سور، دونك غتخدم مع الفئه هذه اللي قلت لك. دونك حاولوا تسيب لي البلايص اللي كيكونوا يعني بلوز او موان شعبيين، اولا فهمتي، تكون فيهم الحركيه. هذه نقطة مهمة بزاف. ثاني نقطة اللي خصكم تعرفوا بلي هذا البروجي هذا، يعني هاد الفئة هذه اللي غتخدم معها اللي ذكرت ديجا، تقدر بدا تسبب لك شوية ديال المشاكل في المحل. علاش؟ من ناحية تخسر الهضرة، من ناحية الهوات، فهمتي؟ دونك خصك تكون ذكي في التعامل ديالك مع هاد الفئة هذه، وتكون يعني فهمتي تبقى انت هو الرابح الأكبر. يعني ما تخسرش الخاطر الكليان، وميم طو تعلمو كيفاش يحترم المحل. هذه ثاني نقطه. ثالث نقطه بالنسبه للبيدجي، بزاف الناس كيسولوني على البيدجي، شحال غيتقام عليا هذا البروجي، كيفاش ندير نجيب البلايات. المهم بالنسبه للبيدجي ديال البروجي، كيبقى على حسابك انت وراس المال ديالك. يعني تقدر تجهز المحل عندك بجوج مليون ثلاثه، كيف ما تقدر تجهزو ب 20 مليون على حساب الكاليتي ديال لي برودوي اللي غادي تجيب. وهنا اونتر بارونتيز كندوي على التلفازات، بحال لوكا ديالنا في المحل ندير لهم 32 بوس. دابا يلاه ما عجبش بلاي 5 عدلت لهم 43 43. يعني بالنسبه للتجهيزات كتبقى نتايا وراس المال ديالك. تقدر دير لهم فوتويات اوت كام ب 1500 درهم للفوتوي، كيف ما تقدر دير لهم كرسي ب 120 130 درهم، فهمتي؟ هادشي انا كنقول لكم على حساب البيدجي. عاوتاني كنعاود نكررها مره اخرى، و جينيرالمون بالنسبه للبروجي الناس اللي باغيين يديروا بلاي 4، البوست يعني مويان ستونديك ما بين كراسة عاديين وتلفازة 32 وبلاي بجوج مانيطات ولي جو، كيطلع لك بمويان ديال واحد 4500 حتى 5500 درهم البوست. يعني شوفوا نتوما الكونتيتي ديال لي بوست اللي غادي ديروا في المحل، وغتعرفوا لاصوم شحال غادي تحتاجوا. هذه النقطه الثالثه. بالنسبه للنقطه الرابعه، الثمن ديال الساعه اللي غادي دير للكليان خصها تكون هابطه شويه، باش تحاول تسيب لي عندك لو كليون، تسيب لي عندك الكليان بدرجه كبيره. حيت كل ما طلعتي في سميتو طلعتي في ثمن الساعه، غتلقى في بلايص اخرى الناس مهبطين الثمن ديال الساعه، اذا الكليان غادي يمشي ديما للرخيص. هذه النقطه الرابعه. النقطه الخامسه وكيسولوني عليها بزاف ديال الناس، اللي هي الرخصه. الرخصه انا غادي نحط في لا ديسكريبسيون، غادي نحط لكم الليان ديال السيت منين تقدر تطلب الرخصه اونلاين. وبين قوسين الرخصه راه ما كتعطاش لاي واحد، ماشي اي واحد بليطو، ما كتعطاش لاي منطقه. يعني على حساب المنطقه، تقدر تكون المنطقه اللي انت غدير فيها البروجي يعني فيها الرخصه ديال محل الالعاب، كيف ما تقدر ما تكونش فيها محل الالعاب. هنا حنا في لوكا ديالنا اكثريه كيطلب الرخصه ديال سيبر،
يعني سيرير تقريبا بحال بحال قاعه العاب. بالنسبه للنقطه السادسه الاخوان، يعني ماشي ضروري او لا اوبليجي خصك تكون ورد الدومين او لا تكون كتفهم في هذا الدومين ديال البلاي ستيشن او الدومين ديال الجيمينغ باش خلاص تبدا هذا البروجي. هذا البروجي ما كيحتاج منك الا اللباقه مع الكليان، ما كيحتاج منك الا الصرامه يعني والمعقول مع الكليان باش تقدر تسير المواكبه ديال المحل ديالك. هذه نقطه مهمه. وبالنسبه للتعلم كل شيء ولا موجود في يوتيوب، يعني اي حاجه غتقدر طرا لك في الخدمه ديالك الا قلبتي عليها في يوتيوب غتلقاها، من مشاكل ديال البلايات بالمشاكل ديال المانيطاج بالمشاكل ديال الالعاب الى غير ذلك. قبل ما نختم الفيديو غادي ندوي لكم على النقطه السابعه واخيره، هي لي شارج ديال المحل. المحل كيحتاج اون برينسيپ كيحتاج للضوء، هذه نقطه مهمه بزاف، وكيف ما كيحتاج لسميتو الانترنت. هادو جوج النقاط مهمين انهم يكونوا في المحل. الماء راه فهمتي ماشي ضروري 100%، تقدر دير لهم حلول اخرى ولا تقدر دير لهم شي حاجه اخرى. المهم اللي مهم هو الضوء والانترنت خصهم يكونوا، وما بين الضوء والانترنت كتحيد واحد 1000 حتى 1200 درهم ديال لي شارج في الشهر ديال هاد جوج ديال الموارد اللي مهمين في المحل. وقبل ما نختم لا فيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وتهلاو في راسكم لا فيديو جاي ان شاء الله.